السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة درعا تي في، معكم سهام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. القاكم لا فيديو ديالي ان شاء الله في احسن الاحوال. كي درتوا مع البرد والرواح والمرضى ديال هذا البرد؟ الحمد لله على كل حال. اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على واحد البرودوي اللي هو رخيص بزاف وخاص اي دار، كما كان الانسان فقير او لا غني ما يخطاهاش هذا البرودوي نهائيا، وموجود في اي صيدليه، وتقريبا واقيلا كاين حتى في هكا في لي غروند سيرفاس ولا في الكرو واقيلا. قلت انا غادي يكون اللي هو بيكربونات الصودا. هاد البرودوي البنات ما تستهنوش به، زوين بزاف 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 وعنده فوائد كثيره. اول فائده ليه البنات هي انه بحال هكا شي واحد الى كلا بزاف وتيحس بواحد التخمه وتيحس بالمصارم ديالو بحال بالمعده ديالو يا ربي بحال بغى يرد، ولا هذه معلقه صغيره في كاس ديال الماء ويشربها سبحان الله تيمشي داكشي كله كيهبط. حاجه اخرى مع ملي بغي الانسان يغسل السنان ديالو تدير بحال هكا، كدير هذاك الكولغات او لا اي نوع ديال معجون الاسنان اللي كتستعملوا ديروه في الشتاء ديالكم، وعاودوا حطوا فوق منه هذيك الغبره ديال بيكربونات الصودا، دايره بحال هكا غتحطوا فوق منه الغبره ديال بيكربونات الصودا. واخا يكونوا سنينات صفرين سنان صفرين كونوا متاكدين من بعد اسبوع من الاستعمال كيصفاو نهائيا، كتصفى بزاف كيصفاو السنان بزاف، وكلشي غيسولكم اشنو البرودوي او الحاجه اللي استعملتوها السنان ديالكم. حاجه اخرى يا البنات القشره كتعرفوا في فصل الشتاء سبحان الله العظيم ما عرفتش علاش تتكثر القشره في الراس او لا الحكه، كتكون الحكه ولا القشره، المهم بجوجهم الحكه او القشره في الراس ديالنا. كتاخذوا الحامضه البنات كتعصروه في واحد السليفه، معلقه صغيره عاوتاني ديال بيكربونات الصودا، كتخلطوا كلشي مزيان، غتلاحظوا واحد الفوار ديال بيكربونات الصودا ما تخافوش منه حتى يمشي هذاك الفوار. غدهنوا الفروه ديال الراس ديالكم وغادي تقولوا سلامه للحكه ديال الراس او للقشره زوينه بزاف. بحال هكا بغيت نمشي غدا للحمام او لا بغيت ندوش نديرها بالليل، ما فيها لا ريحه ما لا اضرار لا حتى حاجه، زوينه بزاف البنات. وعن تجربه شخصيه كما كتعرفوا راه فصل الشتاء ما كاينش شي واحد، تقريبا الاغلبيه كيعانيوا من القشره او لا الحكه، وما كتعرفيش اشنا هو السبب منين جات هذيك الحكه. الحاجه الاخرى البنات تسالى لك ديودورون في الدار اللي كتستعملي للعرق او لا الحاجه اللي كتستعمليها للعرق وما عندك ما ديرو عندك بيكربونات الصودا، واحد التويب مسحي مزيان تحت الباط ديالك وهزي شويه ديال بيكربونات الصودا وديريهم تحت الباط ديالك، كيمشي ريحه العرق نهائيا 24 ساعه او لا اكثر. حاجه اخرى البنات الكحوليه ديال اليدين او لا ديك الصدوه اللي كيخلي فينا الصيف ولا هذا الشميسه فاش كنخرجوا ليها كتستعمليه، حتى هي كتستعمليه في لي ماسك ديال هذاك، كتستعملي الحامض نيت وبيكربونات الصودا كيحيد هذيك الكحوله. اش غنقول لكم نصيحه مني ان ما تخطا حتى دار ما تخطاهاش بيكربونات الصودا، زوينه زوينه بزاف. كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو واخا قصير، قلت نعطيكم هذه المعلومه هذه زعما تستافدوا منه، ونكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا لكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والهلا يخطيكم عليا.